صبحكم الله بالخير. صباح البحر الطايح مرة قادي البحر اليوم، هاي بيقولون مرة عادة طايح، هذا هو الطايح. صلاني مرة يزازة قادي. سبحانك يا رب، لكن الماي توها بادي تسجيل، توها بادي. سبحانك يا رب، يعني يبقى 3-4 ساعات يوم بينتصف النهار بتكون صافكة مرة هنيها وين مربعة. صباح التركواز، صباح الشارع الدولي الرئيسي اللي ما فيه إلا أنا. شارع طوله وعرضه ما حد الناس الحين سايرة، ما حد أبوي من شف من السير إلا أنا. قلت شو أسوي أبوكم؟ إذا دعيتم فاستجيب، وياييني داعي بني حسان، كيف أقدر أقولهم لا ولا تعذر؟ لو ينجلب الحب شب، لو ينجلب الحب شب، ما رمت أتعذر، شو أسوي؟ من يا إلينا صار حق علينا، ياييني أبوي سليمان فقير من العين ساعي بقدم لين بوظبي بكروته وعلمه واخبره عرس اخوي، قلت اتيكم عيوني شو اسوي؟ اتيكم عيوني. فلذلك البحر ملحوقا عليه الى سنه الحمد لله الاربعاء الى سنه الخميس واليوم الجمعه بتشاف. اللي حطيته الحين الله يحفظكم، هاي الكرت كرت عرس بني حسان لليوم ان شاء الله بيكون من عقب صلاة العصر في مدينة العين الظاهر ان شاء الله، الله يتمم عليه. وهذا الكرت يعني مجرد كتذكير للعرب، تذكير ان اللي ناسي او انه قيل او انه ناوي يسرط وايد الظهر ويرقد ويفوته العرس، لازم أبوي اليوم الإنسان المدعاي يحضر، وإذا دعيتم فاستجيبوا الكل منكم الجميع، لحل يقصر بهم ناس طيبين وافين يحضرون للعرب كلها، فمن المفروض أن اللي ياه الداعي يحضر، حتى لما ياه الداعي وهو من هلهم ويخصونه ويخصهم، بعد بنادم يستوي له بالأخص المعاريس يتخادون مساكين، بعد بنادم يستوي له لو انه من السوق ولا انه سقط سهوا ما حد ياب الكرت نسوي يحطون اسمك في اللسته، ترى الحين هذا مب عشاء وبتقول اليوم ما تعشيت عندهم ما عزموني باكر بيتذكرون بيعزمونك، لا هذه مناسبه تستوي في الحياه مره واحده، وهذه فرحه والفرحه عامه، مفروض الادمي ما يخدي نجد ويجلس يتنقى والله ما دعوني، ما علي ما دعوك نسوك ولا سبحان الله العلم عند الله، يعني لكن كم يسوى حتى لو تمد مدعاي وتصير تازم لهم شرات الرمح في ويوهم يرتفع شانك، لانك انت صرت وتذكر تراك ابوي ما دعيتوني ترى جيتكم من محبتكم وغلاكم، كم بيزيد قدرك انت؟ لكن يوم بتازم من تطب روحك والله يبوك خلونك كبوت، ما حد راضي، ما حد قاصر، نحن ندري ما حد قاصر وما حد يرضى بالقصيره، لكن نسبه للانسان اللي بينك وبين الصداقه سبحان الله، هذا ما شيء شرط ربشه العرس، نحن مضى وقضى علينا وخطف علينا، نحن اقرب الاقربين انا لي هنا بالنسبه لي انا، والله اني ما دعيتهم واتحرى عمري داع عنهم، ايش اسوي؟ ايش اسوي؟ قولوا لي من ذكور واناث ايش اسوي يعني؟ ما تروم الافكار تتشتت وقت العرس، لعل الله يتمم عليهم على خير ويسعدهم ان شاء الله، ويسعد كل انسان بيعرس اليوم، كل انسان بيعرس اليوم واللي عرس قبل واللي ناوي يعرس، الله يسعد امه محمد اجمعين ويرزقهم ان شاء الله الذريه الصالحه ويتمم عليهم على خير يا رب. بالنسبه يعني الله يحفظكم في شهر واحد اوائل شهر واحد في السنه الجديده ان شاء الله يكون شديت، يعني يعني الداعي لكن جايني داعي لندن، قبل داعي لندن جايني من تاريخ 20 لين تاريخ
2012 لين تاريخ 5/1 هذا داعي لندن، بيكون الكريسماس والنيو يير كل الشغل بيكون في السيلفريدج، شغل بيكون شغلي كله بيكون مركز في السيلفريدج، نفس المكان العامي في رأس السنة. السنة بيكون في متجر سيلفريدج في شارع إكسفورد في منطقة إكسفورد في لندن، المدة 15-16 ليلة، 16 ليلة كلها ركضة ودبشة، وبنشوف العرب وبنشوف الناس وبنسولف وبنضحك، يعني بنقصر الدوب وياكم كلكم. ويوم عدى قبل 5 أيام أو 8 أيام يعني داعي من عمان بالنسبة بيتم افتتاح مشروع كبير وضخم وحيوي مثل الشريان، يغذي كذا مكان وكذا بلاد وكذا منطقة في شنتية شو يا صحم. فأنا جايني الداعي من هناك، فحينه من ظهري وآه من بطني، دميت كلي السمك، غفيت كلي الطير، بيني وبين هلندن أبوي اتفاق وعقد ضروري إنك تحضر، ضروري على كل حال. قلنا لهم إن شاء الله وهي والله، ومضينا العقد أمس يوم في سيرتي لندن في العيد. ما دريت إن بيجي شغل صحم ولا عندي أنا خاطري وخاطري ترى راحتي وقرة عيني أخير لي من لبس الحريري. القلب يشتهي بوي القلب يحب هالعمان ويحب أبوي العرب ويحب الناس ويحب الطرب عند العرب القلب، وأنا قلبي خضر الحمد لله تول هو بادي إنزين، أو والريل تسلك وين تود، والقلب أبوي واد عمان واد ويود أبوي بلادنا وبلاد المسلمين هناك غير هذاك شغل. معلوم إني أحب الشغل الزين والشغل المميز والبضاعة المميزة، لكن داعي عمان وايد أثلج صدري، بالأخص إنه لخص بين عمان والإمارات، ما روم أصرح ولا روم أقول بعده، ما يعني شيء مكتوب رسمي لين يجيني شيء مكتوب على قرطاس يعني حبر على ورق رمسة لسان، بعده ما أنا ما أصير عليه حتى لو كان من اللي يكلمني كل محترم على العين فوق، لكن ما باليد حيل. أنا لو جاييني من قبل، لو جاييني قبل ما وقع عقد لندن، والله يا أبوكم يا سيرة عمان الباطنة، عمان ككل يا أبوكم من تدخل انت حدود عمان كان حد أبوي فالد صدرك وحاط أبوي في قالب ثلج، تيك السكينة تيك الراحة تيك الاستقرار تيك الطيب، تروح ريحة الأصالة وعبق التاريخ والكرم، حتى من الكرم ترى الكريم ما بلازم يعقر لك حوار أبدا، الكرم بالكلمة الطيبة، الكرم بالكلمة الطيبة، الكرم بالأخلاق بالابتسامة كلمة مرحبا. والله لو فنيال قهوة عتبية، فنيال قهوة عتبية عند عتبة الباب بعيد أبرك عن واحد بيعقر لي حوار وهو يدخن شخانته. لكن لينا الحين الموضوع هذا اللي في عمان قايلين في أول شهر 1، لكن يكون إن شاء الله يكون إنه من عقب 5، من عقب تاريخ 5/1 إن شاء الله. أتمنى يعني من الله سبحانه وتعالى أن يكون الموضوع من بعد 5/1 إن شاء الله، ولا والله يا الله بيضربني شرات الغم استغفر الله العظيم، بتضربني غميضة إذا أنها ما حضرت المناسبة الحلوة هذه، بالأخص أنها شيء يربط بين البلدين بين الإمارات وبين عمان. أوه هذا شيء أبوك وايد جميل، لكن ما بارو مرمس عنه لين وقته إن شاء الله. أصلا ما قالوا لي أرمس هناك عمان يعرفون، لكن أنا يعني عن طريقي أنا ما رو ما أفصح عن شيء ما قالوا لي أرمس عن الموضوع هذا، ما أخذت الضوء الأخضر.
أخبار أمس اللي ظهرت أبوي في الجرائد والتواصل الاجتماعي، والجماعة ما قصروا، كل غنى وكل نانة وكل رمس، بخصوص أن جواز دولة الإمارات، جواز الإماراتي، جواز الإماراتي الأول عربيا والتاسع عالميا، أنك أنت تهوم تدخل 157 دولة، لا هود لا هدى لا عندك لا إليه، لا شرق لا غرب، لا فيزا لا كفيل لا هذا منو في الدنيا حصل هالنمونة؟ ما حد في الدنيا العودة، ما حد حصل هالإنجاز. إنجاز وايد كبير، إنجاز مفرح، إنجاز مشرف، إنجاز ما شيء بلاد في الدنيا العودة حصلت هالنمونة، ولا أي دولة في الدنيا العودة. هذا يدل على شو؟ يدل على حكمة القيادة، ويدل على سياسته الرشيدة والحكيمة، يدل على العلاقة الدبلوماسية، يدل على الحكومة اللي معدل علاقاتها ويا جميع دول العالم. فلذلك قال يقولون للإماراتي قرب ما اليوم مرحبا، من سرت لين جيت أنت من الإمارات قرب لا هد ولا هدى، الأمور طيبة، الجرين لايت أخضر، تعال أبوي لك الخط مباح، اللي وادم أبوي تقبض لين أول ما تصير مطاراتهم. أنت لا، أنت أبوي اخطف اخطف أمرك أبوي، حال مدامك أبوي الإماراتي تراك تمشي على الصراط المستقيم، كيف ما بيعطونك؟ مصرح لك أنت غير أبوي عن العرب كلها، أنت أبوي أمورك طيبة. فلذلك كل الشكر والتقدير والامتنان، فكل الشكر والتقدير للقيادة، كل الشكر والتقدير لك يا الإمارات، يا إماراتنا الحبيبة، أنك أنت رافعتنا فوق، حاطتنا فوق فوق هام السحب، اللهم لك الحمد. يعلى الله يحفظك يا شيخ عبد الله بن زايد ويطول بعمرك. شكرا. كل ترى وايده أبوي وزراء الخارجية، وايده أبوي وزراء الخارجية، شو ترى كل بلاد في الدنيا العودة عندها وزير خارجية، مع احترامي لهم يعلى الله يحفظهم. لكن وزيرنا نحن أبوي غير، نحن أبوي وزيرنا مميز، وزيرنا أبوي لو يحط يد أبوي في التراب أصبح أبوي قماش، يقبض أبوي الخرزة تصبح أبوي يكة، تصبح دانة. نحن وين ما يصير شورة ينصار عليه، ينصار على رمسته. فلذلك كلها عبالة الشيوخ، السيرات والييات، هالمعازيبنا يعلى الله يحفظهم من أصغر واحد إلى أكبر واحد، كلهم أبوية التصرفات والتحركات المكوكية هذه كلها تصب في مصلحة دولة الإمارات وشعبها. فمن المفروض أنك أنت يا الإنسان الثقل، العبء استوى ثقيل عليك أنت يا الإماراتي، وأنت محطوط تحت الميكروسكوب أي بلد تصير، لازم أبوي يكون وضعك مختلف عن أي إنسان، لأنك أنت ظاهر من بلد مميز، من حكومة مميزة، من قيادة مميزة. فلذلك وايد ضروري أنك أنت تمشي وتعد خطاك، تكون قد المسؤولية، قد المسؤولية بما بكل ما تعني الكلمة من معنى. المسؤولية الأول بسيطة، الحين 157 دولة، فزلة القدم بالنسبة للإماراتي وايد كبيرة، لأنك أنت ظاهر من بلد قانون، أنت ما بظاهر من بلاد جنجل، ما بظاهر من جنجلية، أنت ما بظاهر من جنجلية، ظاهر من الإمارات، ثقافة ودين وعلم ورقي وأصل وفصل وجاه ومنصب، يسد أنك أنت شيخك ومؤسس دولك، دولة الاتحاد، حياة الشيخ زايد بن سلطان. كم يسوى هالاسم؟ كم يسوى هالاسم يوم أنت تنتمي إلى دولة مؤسسها حياة الشيخ زايد؟ الحمد لله رب العالمين. يا الله يا رب تحفظ شعبنا وتحفظ شعوب المسلمين أجمعين، وتجمعنا إن شاء الله مع أمة محمد على كل ما تحب وترضى، وإنك تفرح إن شاء الله قيادتنا بما كل يسرها، وتفرح
انك تزيدهم ان شاء الله فرح وسرور يا رب العالمين. كل من يسعى لرفعة هذا الوطن، كل من يجتهد لنهضة هذا الوطن، كل من يفعل خير لرفعة هالدار وأهلها، أهلها يستاهلون الطيب، أهل هالبلاد يستاهلون الطيب. فلذلك رب العالمين مسخر لنا من عنده قيادة حكيمة كريمة، مذهب وافي، كرم، صغارة نفس، أخلاق، أمن، أمان، خير، أي الخير من كل مكان. هذه روح نعمة، هذه روح نعمة لا تقدر بثمن. اللهم لك الحمد. سامحوني على الرمس اللي ما وقفت من ظهرت الحين من شويهات لي وصلت بوظبي. يلا بس عليكم بنرمس وانا ظاهر ان شاء الله من بوظبي باتجاه العيد. اول الله. Assalamu alaikum, be Muhammad Al Khaldi. This is today's sketch for Maldives, Red and White Snip. For lunch. Al yom yom al hay feed snap. Al yom yom al hay feed snap. مساكم الله بالخير. أكيد معروف وين بسير. مدينة العيد الجميلة، المدينة الحالمة، المدينة الفنانة. ولمسلم الله إن شاء الله إن بنمشي شوي شوي واحد وانتين. أنا مع الحبيب عبد القادر رقم واحد. كم سنة حين عندي؟ ستة سنة موجود عندي. ست سنين مبسوطين وياه ومبسوط ويانا. رقم واحد إنسان خايف من الله. رقم واحد ساعات شوية لوتي تليوت، لكن أنا مسامحنا ما يعني شوية عنده خشو دس. يلا إن شاء الله بنا نصور ما بنوصل التوني بتعدى جيري بوصل بدياس يعني إن شاء الله على التساهيل. ما شيء عيرت ولا شيء كذا. ساعة إن شاء الله بنوصل ساعة. شكرا من القلب، شكرا جزيلا، مشكورين وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم وخيرها وخيرها في غيرها ان شاء الله. الجايات اكثر نسبه للرد على منو للي مطرشين رسائل يعزموني اليوم اللي على عشاء ولا قهوه ولا اللي هو فالاعتذار ابوي واصل للجميع لان لك رساليه وانتم اهل العين اكرام وانا منكم وفيكم ولا القط الدوره منكم. ألقط الدورة من ثياب اللي علي على ينبي ولا ألقط الدورة منكم. فلذلك سائرنا الله يحفظكم في لازم، واللازم هذا ما يبقى في هوا شريك. ما قالوا المصريين زي الفريق ما بحبش الفريق الشريك. فلذلك أنا في لازم عرب وما أقدر أستعزب لا أخو للأخو ولا صديق ولا صاحب لين أسير ورد وضبي وإن شاء الله خيرها في غيرها. بالنسبة للدوبة اللي أب صورت لكم في مغرق الفرضة، هذه دوبة تحمل سيائير تشلهن من مغرق لين دلمة، من مغرق لين دلمة تحمل مواتر العرب اللي بيصير دلمة بيصير موترة عقب موترة وهو داخل الموتر ولا على هو عاد هو تودي لين دلمة. دوبة هاي كبار هتشل يمكن لك سيارة واسمها مسمح. ما رمت لا أقرأ الاسم ولا رمت أعرف المعلومة هذه. فجزاهم الله خير الجماعة المتابعين ما قصروا. سلام عليك. شو اسمك أنت؟ والله والنعم. شو حالك حبيبتي؟ أنت بخير؟ هذه الله يحفظكم صالة المعاليس ابدا الحين. ابوي جوجل ابوي ما يقصر بحد. جوجل يزاح الله خير. هذا الرجال اللي سوى ابوي هالخدمة يزاح الله كل خير. وهذه صالة المعاليس وصلناها ما شاء الله. تحرى عمرياي اول العرب. هيا ها ترى العربي وصلت ابوي من الصبح. لسه أربع وربع حين أنا أبوه.
شاء الله عليهم على بني حسان يدورون السبب. اول ما دخلت الحين ها اتحرى عمري يا اول لوادم ترى ابوي حن اول لوادم الا من جفه وين مجذبين الناس بتعجل لي ابو محمد اخضر. الله يفرحكم ان شاء الله. طول عمرك ان شاء الله. وين وجيبك؟ ايوه صبح السعدي تبارك عندكم انتم بعد عندكم عرس اظني رياك. نعم هي في زاخر هي جاي والله الداعي هي والله جاي الداعي لكن الحين المشكله مدي علي لا 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 ان شاء الله ما يعذرونك. نعم اكيد ما عندكم غيره لكن ان شاء الله اذا الله جعلنا في العمر بد ورمت اكيد اني بخاطب ان شاء الله من هال من هالوحش والله والنعم. ايش حالك ان شاء الله؟ كيف انت؟ اي صف؟ سادس. ما شاء الله الله يحفظك بلغ في معرس ان شاء الله. امين وياك الله يحفظك. زرعته ما سقيته I'm gonna go.
شاء الله يتعرف عندهم. بتمسح لي توني حطيته يا ويله. حبوب ترى شو اياه بحطه حقي. ابوي الحين ها قب بن حليث يا غير ابوي حب هاي هاي ظواهر قب بن حليث ظواهر في يادات وفي بن كتب وفي عباد وكلهم قب بن حليث ظواهرك حق قلبك ما شاء الله. يا الله يحفظكم يخليكم ان شاء الله. حسن ها؟ عارف حسن محن؟ والله شوف انت ما اقول عنك شيء قدام الحين شوف سل عليك. يوسف وعبد الرحمن وعبد الله عيال محمد سعيد السعدي عرسهم اليوم حفل الزفاف اليوم في زاخر وجايين الداعي اكثر من 3-4 اسابيع وقلت لهم استعذرتهم قلت لهم اذا الله كتب ترى بي يا غير وصلت العين والظاهر العرس حد عرسه في شرق وحد غرب ما بعده لبعض العراس وبحضرهم بثنينه المراد شوف يوم الله يبى النصيب والرزق يا طارش من هناك عند العرسان اللي هني في الظاهر قالوا لهم ابوي رخصوا خالد بينا له 5 دقائق بنسلم عليه سلموا عليه العرسان وبيرد عاد قالوا هالقوم الحسن بني حسان قالوا لازم انه ما ياكل شيء عندكم عشاء عندنا يا رب الحين عاد بردني بصك بعدني لين زاخر من زاخر برد لين الظاهر شوف انتم البصائر شوف يوم الله يريد النصيب سبحانك يا رب ما كنت اتوقع اني بروم الحق العرس وانا ظاهر المغرب يخلص العرس لكن قالوا ابني حسان برايك انت مرخوص توكل على الله سلم ابوي على العرسان وانت رياك قلت لا حول ولا ان شاء الله والحمد لله بعد يا واحد من بني ساعد وعزر علي قال لي اها انك قاعد تقصر ابنه قلت ان شاء الله بقصر عنكم ان شاء الله اني بي اذا الله اراد محمد السويدي صديق ولد من هل البطين جاي ابويه جايين جازه في بيتهم في العيد دق لي تيلهم قال لي خل انت وين قلت له وين جاي العيد قال انا موجود عيد في العيد قلت عير ابوي انت لاقى ابوي في صاله زاخر شكرا محمد شكرا على التشريف شكرا على واجب افرحتني اياك وانستني شكرا عبد القادر ثانك يو فيري ماتش انك تدربون البناء من هاك المكان لين هالمكان و اقول لك شو اللي خلى قاعد انه سار وياي حضر احنا وصلنا العرس حضرنا العرس عرس هذا وحين ان شاء الله جينا بنوصل قلت له بتصير وياي العرس هذا والعرس هذا ما كذب خبري زاه الله خير Hallelujah.
زين الحين الحين هالرمسه هاي كلها انا ما عرفتك بنو سالم بن محمد المزيدي طالما زين متى عديبك؟ والله انا عديبك الحين ها من اول ما تابعتك اي الحين من سنتين ثلاث سنين اربع وعاد يوم تلاقينا وياك الوجه الطيب هذا سليمان هذا سليمان هذا سليمان هذا سليمان عاد زين ما بخليه يودرك لين ما يوديك لا توصي لا 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 ما يردك ما بفجه ردني مره نكسب من زاخر ما يرد انا ما بفجك الحين ما شفتك الله يحفظك اي نعم بالسلامه ان شاء الله مرحبا يلا بدا تطلع اول بادي شو اسمك؟ لا شي انا ما اسمع حسك عوض بن منو؟ هذا ابوك هالفنان؟ يا حافظ عليك وعلى ابوك ولده. ما على حسك؟ منو ها؟ سالم. وابوك شو اسمه؟ هذا الفنان ابوك؟ علي بن من؟ شاب الفنان الرياض رقم واحد. حمد بن راشد الحساني والله والنعم ما عليك سلطان كيف حالك حبيبي؟ طيب طفحان كيف انت؟ طيب الحمد لله علومك؟ الحمد لله شي خبر له علم؟ اي والله الحمد لله والله مستانسين اليوم في العرس عرس فنان؟ الحمد لله وايد فنان ولا عادي؟ والله وايد مميز؟ اكيد مميز عرس بني حسان؟ يا لله الله يخليه لك حبيبي احمد بالعصر الشامسي مرحبا يا ابو محمد الله يرحمك على فضلك ويبارك فيك تباركت الله يبارك وافي يا ابو شهاب ما تدي حضرت مناسب الله اشوفك الله يطول عمرك من طيبك واحسانك هذا انت بخير بخير الله يحفظك ما صدقنا انك بتي لا انا ابو البارحه في الغربيه الله اكبر واليوم بالعين عندك هليكوبتر لا صدق الله لا اليوم متريج في في الشويهات زين ومتغدي في ابو ظبي وبتعشى ومتعشي في العين انا ابو يوم يتخبرك انه خذها البارحه يقول لك بتصير العرس قلت له نعم بسير انا ما صدقتك انا ابو شو الله اكبر حين اللهم لك الحمد ابوي سيير ما تقول شيء بتركب هالقب هذا وبتطير ايش حالك الله يحفظك كيف انت الله يسلمك الله يبارك فيك مرحبا الله خليتك هذا مصبح محمد عبد الله غلبك حين عيل مصبح وين يوم قريت البطاقه اول مره هي وقفت عند مصبح انت تعرف انجليزي ما شاء الله ايه في البطاقه في البطاقه اي بطاقه من انت تري العرس الدعوه ما عدت الا سمنه حبيت محمد عبد الله وعند مصبح ضربت بريك ترى اسمه مصبح لا عقب قلت هذه بتنت قلت ايش بسوي لا ما غبتني تبارك تبارك الله يحفظك الله يبارك في عمرك الله يخليك ان شاء الله والفال ان شاء الله عيالك ان شاء الله ان شاء الله صلاح ابوي متروع من سبونه شرني كان يبي انا ما طعت اي بيني وبينه يا ابو محمد
لنا الشرف حضورك. جزاك الله خير. الغربيه رد ابو ظبي ومن ابو ظبي رد العين. اي نعم تستاهلون العلوه. خلني اقول لك رمي ومرمس لا تقاطعني، ما داري حد يقاطعني انا. زين خلني اقول لك والله ياسير العيازة فيهم زين هم انت جاي من الغربية وابو ظبي ومن ابو ظبي العين. جزاك الله خير. هاي تاج على راسه. الله يرحم والديك. والدينا والدينا تستاهلون عنوة. وانت جماعتنا من دمنا ولحمنا ما نصبر عنكم. انت اخو وعزيز. ما نقدر نقدر محمد. ما نستغنى عنك. ذيبكم واحسانكم الله خير. اقول لك نعم. اقول الحين اخوك هالريال هو. نعم ابو فيصل هذا. ابو فيصل. نعم انا غدير. انت غدير وهو. هو محمد. ابو فيصل والله والنعم. الله يسعد طول عمرك. احد هالرمسه اللي انا وياه من ساعه يا سرمس ترى ما يسمع. لا يسمع يسمع. لا والله يسمع. لا 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 ما قلت والله العظيم انك لا ما قلت ما قلت ما والله انك قلت اسمك قسم بالله انك قلت. لا لا انا ما لا عشان لا ما بيزعل ما بيزعل. ما قلت بيزعل لو ما بيزعل. لا بيزعل ابوي ترى قال انا ابوي ترى اخوي اسمخ بنت ياسر من ساعتين ترى ابوي ما يسمع كل اللي يقول صلى صلى بس ابوي اصلي بصلي المغرب والعشاء اخي ماشي رياض ابن ماشي ما عرفت عاد هذا انا رجال مو انا ابراهيم بن محمد الفارسي من الابريمي والله والنعم يا مرحبا مازين 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 الارض المازين ريحه الارض اللي جايين تمن الله الله يحفظك ويبارك فيك هالابريمي ناس طيبين وفنانين وياويد وهالطيب وهالمذهب وهالمعنى طيبك يا الله يبارك فيك والناس كلها خير وبركه لكن عاد انتم شويه فيكم تميز الله يخليك ما عليكم زود هذا ربيعي محمد بن عبد الله بن جويس من الابريمي والله بعد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء نفس الوشره تبارك الرحمن الله يحفظك الله يسلمك يا محمد تشرفنا بصراحه بلقائك الله يخليك من متابعينك الله يبارك فيك يا مرحبا ان شاء الله شرفنا مرحبا 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 ابراهيم مرحبا ابو توفيق ابراهيم راعي اليابان راعي اليابان هذا هو شوف الشهرة اللي وصلت لها أول مرة نشوفه في حياتي وعرفنا وأنا إبراهيم مليون مرحبا ابراهيم مليون مرحبا ابو توفيق الله العرب كله يتخبرون عنك وين ابراهيم وين ابراهيم وين ابراهيم توفيق وين انت ابو يرضك وين سماك انا موجود يا ابو محمد وين لا خلينا منك الدوام والبيت زين بس عاد لا ترتي ها تنزل ريوقك ريت كتفي وين ريت كتفي والله ترى بكبري ارتيت زين وصلت عليكم ألف عافية وأنا بروح بعد متولى عليكم وهذا الله يحفظكم إيه. شو جديدك شو بتقول للعرب الحين وين ناوي تصير أنت الحين تاريخ سبعة بصير ألمانيا وياك أيوة دوزلدورف إيه بنصير متعايين أبوي دعوة رسمية قالت إنك دعوة وقالي ضروري هي وياك أسمر حليوة حليوة بجنني قلنا لهم إن شاء الله هي والله هاي هذا داعي هذا حين في تاريخ 7/10 لين دزلدورف 5 أيام وبنضوي الله تعال عاد ياي يا الله زين عشان ما تقول كتفك زين إبراهيم وخلاف الله يسلمك عندنا نيو يير وكريسمس سير لندن لمدة 16 ليلة ما شاء الله 16 ليلة بيخطف عليك من اجمل الليالي ابي نغير فيهم ابو محمد يلا يلا ما بخلي بك انت ما جديت لندن لا جيت وديتين قبل كم سنتين قريب يعني شو كان الوقت والله في الشتاء في راس السنه ولا كريسمس ولا لا مره راس السنه صرتها ومره لا والله جيت راس السنه هناك زين عيال ما دورنا تكس عشان نرد الفندق والله داخل راسنا والله ما رينا تكاسي اللي ما يقول عن اسمه انا ما صوره شو اسمه مع الحسك صوت عالي عارف ما صوت حساني والنعم هذا منو والنعم والنعم حسان
عاش المعرس عاش المعرس عاش المعرس عاش المعرس. بياض ويه ما قصرت اسميك اخترت يوم اخترت يوم قلت لنا تشيروا ذوقوا الكيك هذا خساره وام بغيت لنا نيجي خالك طيب يوم الاحد ولا الاثنين الصبح موجوده عندنا. طلب على قلب العيال واحد واحد طلب على قلب العيال واحد واحد ويهم لان عدوا فيه بيتين ثلاثه قصيد حفوه ما يطيع عادوا الطحنون ما رول ما 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 طاع يصير قبل ما يويهم كلهم. قصرت الله يعطيك صحة والعافية. شيء جميل يعني. شوف الله عليك. فرق اثنين ولا واحد؟ الله يحفظكم ان شاء الله. امين وياك. جزاك الله. الله يحفظك ابو محمد الله يحفظك. فرش الياه الفيديو. وهذا سيري توي واصل. وصلت الحين بحفظ الله ورعايته الى ارض الوطن. الى العاصمة الحبيبة ابو ظبي. يلا. تصبحون على خير.